بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عمر سليم. دلوقتي هنشوف الاوتوكاد 360. ميزته ان انا ممكن اشتغل في الشغل وبعد كده اكمل حاجه مثلا في البيت، ممكن انصح بهذا. وممكن مثلا اشتغل على التابلت، اكمل شغل على الكمبيوتر، تمام. وممكن افتح مثلا اي ملف، خلينا نفتح مثلا ملف اوتوكاد، تمام. هو بيبدا يحمله من السيرفر حسب سرعه النت عندك، هيبدا يظهر. ممكن تكون في اجتماع ومعاك تابلت بس، وتفتح أي حاجة أنت عايزها وتعمل فيهم زي ما أنت عايز. لو أنا عايز أرسم تقول له درو، فيجيب لك أدوات الرسم مثل لاين أهوت، ترسم لاين زي ما أنت عايز، تمام. ترسم بول لاين، ترسم ريكتانجل، ترسم سيركل، تمام. ممكن أقول له أنا عايز مارك أب، اعمل مثلا كلاود على حاجة، ممكن اقول له انا عايز اقيس، اقول له مثلا عايز المسافة من هنا لهنا قد ايه بالظبط، تمام. فهو بيديني ادوات كويسة جدا، الجي بي اس بيديني ان انا اعمل موديفاي على الحاجات اللي انا لسه راسمها، تمام. او زائد ان انت ممكن اصلا تفتح ملف ريفيت، تمام. ار في تي مفيش مشكلة خالص، ال ار في تي مش هتفتح هنا، هتفتح على اوتوديسك 360، تمام. فبرامج فالحاجات بتاعت الاوتوكاد دي دبليو جي هتفتح معاك عادي بدون اي مشاكل ان شاء الله، وتقدر تعدل عليها في قلب الاجتماع وتحط الملحوظات بتاعتك.